أيوة. وش أفخم هدية جتك العيد هذا؟ أفخم عيدية جاتني طال عمرك أني متواجد معكم. لا خذيت إجابته والله كأنه يقولها ترى. لا والله بعلمك أفخم عيدية جاتني أنا أو أغلى عيدية الهدايا المعنوية اللي هي شوفة الأهل وكذا وهذا منتهي منه، لكن كهدية تقريبا مبلغ مادي من الوالد. ما شاء الله. أي مبلغ مادي من الوالد نقدر نعرف؟ لا يريد لي صح. لا يريد لي صح. يمكن يمكن مكون من ثلاث أصفار. لكن شوف زائد أن العيديات أنا أشوف أكثر العوائل إذا وصلوا سن معين عيالهم البنات وقفوا العيديات. نفسنا إحنا مقطوعة منا ترى العيديات، ليش تقطعون العيديات يا أخي؟ والله يا أخي ما عندنا خبز ما عندنا. فيصل قبل ما نطلع الفاصل في الفاصل لبي وش أفخم هدية؟ أفخم عيدية والله غير دبلوماسية بدون دبلوماسية وجودي والله معكم والله ما فيها دبلوماسيه هذه بالنسبه لي تسمع عندي الشيء الوايد. طب والهديه الماديه؟ عيديه ماديه والله اني ما يستذكرني شيء وانت قلت تذكره ذا الحين. انا عندي سؤال معلش فيصل، هل قد جتك عيديه اصلا؟ ايوه. ليش تجرح؟ حسيت انه ما عندي مستثمر. لا بس ما ادري كذا كان التفكير ان عنده كثير. الله عنده هدايا كثير فهو يتذكر وش الاخر. انا عندي راي، انا عندي راي. هو تفكر واحنا بنطلع فاصل خلاص.